عزفنا الموهوب طبعا اسمحوا لي في البداية أعطيكم نبذة بسيطة عن حياته في أو مشواره الفني. طبعا بحكم الظروف الاجتماعية بدأ عزفه في البداية على استحياء قبل ما يطور مهاراته في العزف ويكتسب الخبرة من الاحتكاك بالموسيقيين وأيضا المشاركة في العديد من المهرجانات مثل موسم الرياض ومهرجان الملك عبد العزيز اللبل. تقاسيم الجمال والشجن في هذا اللقاء مع العازف عبد الرحمن حيدر. أهلا وسهلا المرة الثانية يا عبد الرحمن. يا هلا وسهلا. واضح قديش انا مبسوطه بوجودك معي اليوم. والله هذا يزيدني شرف صراحه. والله الشرف هذا من طيبك. الله يعطيك العافيه. طيب ودنا نعرف حكايتك مع هذا الشغف الجميل وبداياتك في العزف على العود. طبعا آلة العود اعتقد انها قريبه من قلوب كثير من الناس، خصوصا من الناس اللي تحب الموسيقى اقصد يعني. ف يعني وانا صغير حاب هذه الاله، لكن في ظروف كانت يمكن ما تسمح انه انا اقتني آلة العود ولا حتى اعزف. لكن مع مرور الايام صادفوا اني يعني امتلكت عود عن طريق واحد من الاصدقاء يعني. وحلفت اني ما ارجع له العود يعني. فاخذت العود وقمت ادندن عليه الفتره من فترات، حسيت انه لا آلة العود قريبه من قلبي واقدر يعني اتقنها. كانت فرصه جميله الحمد لله الى ما وصلت عليها حاليا يعني، انه يعني لا بس وصلت مرحله كويسه في عزف العود. حلو التواضع ما شاء الله. لا فعلا يعني هذا حقيقه يعني. طب يعني ليش مثلا جاء في بالي سؤال، من بين كل الالات الموسيقيه الموجوده ليش بالتحديد العود هو اللي اثرك؟ انا يعني بشكل عام احب الالات الوتريه يعني، نتكلم عن كمان قانون العود حتى الجيتار، لكن العود سبحان الله يعني بحكم انه احنا نسمع كثير من الاغاني القديمه الكلاسيكيه وانا محب للاغاني الكلاسيكيه سواء الشرقيه ولا حتى الخليجيه، فمعظمها كانت تعزف بآلة العود يعني، نتكلم عن محمد عبده في البدايات او قبله كان طلال مداح والفنانين الفنانين كثار يعني. فكانت معظم اغانيهم تعزف بآلة العود ومعظم اغانيهم دخلت قلوبنا يعني. فاحنا طبيعي ننتمي من هذه الآلة وطبيعي انه يعني ننحاز لها دون الآلات الثانية يعني. اكيد عندي حب لآلات ثانية مثل الجيتار ومثل الكمان، ولكن العود يعتبر هو الأقرب قلبي، هو المتصدر بطبيعة الحال يعني. طب أنا كمان لاحظت أن أكثر عزفك للأغاني الشرقية والكلاسيكية، فهل في سبب لتأثرك بهذا الموضوع ولا لا؟ أنا أعتبر نفسي مستمع جيد للأغاني القديمة وكلاسيكية وضعيف جدا للأغاني الجديدة. أنا الفرق بينهم أنه الأغاني القديمة كانت أو الكلاسيكية إن صح التعبير كانت تعتبر أنها فيها يركزوا كانوا على اللحن على لحن الأغنية صح. ما يعني ما كان في تركيز على الإيقاع. فيعني مثلا أغاني أم كلثوم أغنية واحدة ساعة كاملة فيها يمكن تدخل أربع خمس مقامات، الانتقال بين الإيقاعات كان يعني كان فيه شغل جبار وكان فيه فطاحلة يعني. أعتقد أنه معظم وقتهم كان في الألحان والأغاني والشغلات هذه. فعشان كده أنا حبيت صراحة الأغاني الكلاسيكية سواء الخليجية ولا حتى الشرقية يعني. مو بس كده، يمكن السوشيال ميديا أظهرت لنا الكثير من المواهب الشابة في العزف الموسيقي، خصوصا ان احنا يعني ما كان في مثلا معاهد موسيقيه موجوده عندنا في السعوديه، ولكن ما شاء الله تبارك الله يعني عندنا جيل موسيقي واعد جدا وعنده يعني اقدر اقول ان اليوم محترفين في هذا المجال. فبرايك كيف ممكن اليوم نقيم مهاره عزف العود؟ طبعا تقييم مهاره العود اول شيء الدوله مشكوره الفتره الاخيره صارت مركزه كثير على موضوع الترفيه وبالاخص الموسيقى اي نعم. ففي منصات كثير تدعم المواهب. كيف تقدر تقيم فنان بتعرفه اصلا من يعني خلينا نضرب مثال على مثلا آلة العود. صفاوه ريشته يستخدم حسه هو كعازف ما يكون مقلد ممتاز، يكون عنده مثلا برضه مخزون جيد من الثقافه الموسيقيه، تتكلم عن المقامات، تتكلم عن مثلا النوته والسلالم وما الى ذلك يعني. ف يعني بناء على هذا الكلام ممكن انت تعرف تقيم عازف العود. جميل، هل انت تعزف سماعي او بالنوتات؟ طيب
انا طبعا سماعي بالمجمل أيه؟ يعني انا يعني لي تقريبا يمكن 8 سنوات 9 سنوات وانا اعزف آلة العود. في بداياتي اول 4 سنوات كنت سماعي يعني يعني حتى يعني ماني عارف انه انا هل انا ماشي على المقام او على 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 زمن معين او لا. لين شفت الموضوع لا فيه اهتمام وفيه تركيز ولي في يعني انا حاب الاله فصرت اتمرن. الفتره الاخيره صار عندي يعني على الاقل خلينا نقول مبادئ ثقافه العزف والموسيقى. ف حلو انك قاعد تطور من نفسك تتعلم اكثر في صح. هذا العالم او هذا المجال. صراحه عبد الرحمن ودنا تسمعنا شيء. ابشر. ايش راح نسمع؟ حاضر ابشر. أنا أعرف أن صوتك جميل. إيه. رأيك؟ أنا بما أن صوتي بشع. مين ضحك عليك؟ لا ما. والله ما أعرف يمكن الكنترول قالوا لك. لا إيه. صراحة في ناس حرشوني عليك يعني. المشكلة مو شاربة ينسون اليوم. لا لا ما صوتك ما شاء الله ما يحتاج ينسون ولا شيء. عبد الرحمن طب يعني صراحة عندي فضول أعرف ودي أعرف كل شيء حلو في حياتنا أكيد أعطانا شيء جميل وفي المقابل أخذ مننا شيء جميل لأنه دائما الدنيا دائما أخذ وعطى فبعرف يعني إيش أعطاك هذا الشغف وهذا الحب لآلة العود وفي نفس الوقت إيش أخذ منك. خليني يعني أصيغ الإجابة بشكل ثاني اللي هو يفترض احنا نعطيها اكثر صراحه. الموسيقى وال بشكل عام يفترض احنا نعطيها اكثر. احنا نعتبر نفسنا مقصرين لكن ايش اعطتني آلة العود صراحه فيه موهبه موجوده في كثير من الناس ولا يكتشفها الا بعد ما مثلا يدخل في عالم الموسيقى او في عالم العزف. فبالنسبه لي هي اعطتني روح، اعطتني حياه، اعطتني ممكن انا اعبر من غير كلام، اعبر في آلة العود في صراحه في يعني سواء في حزن ولا في فرح ولا اي كان. اعطتك يعني مشاعر؟ طبعا وتفريغ مشاعر. يعني في الاونه الاخيره اكتشفت نفسي انه انا داخل في المجال صراحه من غير ترتيب. الحمد لله الفتره الاخيره صرت انا مشارك في كثير من المنصات. هذا من الاشياء اللي بالضبط وهذا اللي بسالك عنه. يعني خلينا نتكلم عن مشاركاتك سواء يعني على مستوى المهرجانات او ايضا المواسم مثل موسم الرياض. وش اضافت لك هذه المشاركات؟ الحين طبعا الفترة الأخيرة صار في مشاركات كثيرة بالنسبة لي الحمد لله في كثير من المهرجانات وعلى رأسهم مثلا موسم الرياض. موسم الرياض طبعا يفرق انه انت لما تعزف مثلا في منغلق في غرفة بحالك او امام جمهور او امامك انت حتى يعني اي لا صدقني انا عادي جدا مو مثل الجمهور. لا مختلف يعني تماما. لا ما شاء الله انت قابلتي فنانين كثار فاكيد عندك يعني ما شاء الله معلومات كثيرة عن الموسيقى وكذا.
فمثلا مشاركتك بهذا بالموسيقى امام الجمهور هذا يفرق كثير. لما تروح مثلا في اماكن مجهزه بالادوات مثلا السماعات والشغلات هذه برضو تخدمك كثير. فالمشاركات هذه اكيد 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 تدعم الفنان بشكل او باخر. ان شاء الله باذن الله تكون لك مشاركات قادمه عندنا بالسعوديه باذن الله. ان شاء الله. طب خلينا نتكلم عن فكره موضوع انشاء منصه لتعليم العزف، هل نفسها الفكره كمعهد موسيقي ولا انت ايش بتسوي بالضبط؟ احنا حاليا شغالين على منصه هي لدعم المواهب. ما هي زي معهد التدريب بحيث ان تجي ويجي واحد يدربك، لا انا احنا ننشئ مجتمع بحيث انه كل الموجودين يكونوا مدربين وكل الموجودين ايضا يكونوا متدربين. بما يعني بمعناته انه انت مثلا عازفه كمان وانا عازف عود وكذا، نجتمع في مكان معين ونتبادل هذه الخبرات. في ناس يعني انا يمكن واصل مرحله، خلينا نقول يعني انا واصل مثلا 5 من 10 افترضنا، يعني في واحد تو جاء في البدايه 1 من 10، الواحد هذا بيستفيد مني ممتاز. في المقابل انا متاكد حتى الواحد هذا اللي من 10 انا بستفيد منه، قد يكون عنده معلومات، يكون عنده مثلا تكنيك معين في العزف او في الغناء او ايًا كان، فانا استفيد منه هو يستفيد مني، فهو ان شاء الله يعني مجتمع. منصه لتبادل الخبرات والمنافع نفس والمعارف. صح. ايضا بالضبط. فكرة جميلة جدا، نتمنى لك كل التوفيق في هذه المنصة وفي مشوارك الفني أيضا. عبد الرحمن نورتنا وشرفتنا، وأكيد راح نختم معاك وبعزفك الجميل. بس أودع المشاهدين مشاهدينا بكذا وصلنا لختام حلقة اليوم، أكيد من فريق ساعة شباب ومني أنا لمياء غالب كل التحية، نقول لكم فمان الله، نشوفكم بكرة في حلقة جديدة، وأكيد نختم مع العازف عبد الرحمن حيدر.